موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم. ترأس اليوم السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطنية اجتماعا دوريا للمجلس الأعلى للأمن خصص لتقييم الوضع العام للبلاد على المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية. وبعد أن استمع لمداخلات أعضاء المجلس الأعلى للأمن حول المسائل المدرجة في جدول الأعمال، أسدى السيد الرئيس تعليماته للمسؤولين كل في مجال اختصاصه. هذا وقد حيا رئيس الجمهورية المجهودات المبذولة من أجل الحفاظ على الاستقرار العام بالبلاد، خاصة تلك المتعلقة بمجابهة فيروس كورونا كوفيد-19 والانطلاقة الموفقة لعملية التلقيح ضد هذه الجائحة. ترأس اليوم رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح كوجيل اجتماعا لمكتب المجلس موسعا لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، خصص لتدارس دور مجلس الأمة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ بلادنا في عهد الجمهورية الجديدة التي يرسي معالمها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بما من شأنه تفعيل تكامل العمل المؤسساتي للدولة، وبما يتواءم مع توجيهات السيد الرئيس في الحفاظ على الاستقرار المؤسساتي. هذا وقد تقرر خلال هذا الاجتماع وبناء على الرغبات المعبر عنها من طرف المجموعات البرلمانية الممثلة بالمجلس، حزب جبهة التحرير الوطنية، الثلث الرئاسي، والتجمع الوطني الديمقراطي، عقد جلسة علنية عامة يوم الأربعاء القادم تخصص للانتخابات من أجل ترسيم المجاهد صالح كوجيل رئيسا لمجلس الأمة. تناولت بعض الأطراف وأبواق الفتنة عبر صفحاتها الإلكترونية التحريرية أخبارا عارية من الصحة، مفادها أن المؤسسة العسكرية تستند في نشاطاتها وعملياتها الداخلية والخارجية إلى أجندات وأوامر تصدر عن جهات أجنبية، وبأن الجيش الوطني الشعبي بصدد إرسال قوات للمشاركة في عمليات عسكرية خارج الحدود الوطنية تحت مظلة قوات أجنبية في إطار مجموعة دول الساحل الخمس، وهو أمر غير وارد وغير مقبول، كما أنها دعاية لا يمكن أن تصدر إلا من جهلة يعملون بأوامر من مصالح نظام المخزن المغربي والصهيونية. في هذا الصدد، فإن وزارة الدفاع الوطنية تكذب وبصفة قطعية كل التأويلات المغلوطة ذات النوايا الخبيثة التي يتوهم مروجوها إثارة الفوضى وزعزعة استقرار البلاد، وتطمئن رأي العام الوطني بأن الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني لم ولن يخضع في نشاطاته وتحركاته إلا لسلطة السيد الرئيس أو رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، ووفق مهامه الدستورية الواضحة وقوانين الجمهورية دفاعا عن السيادة الوطنية ووحدة وأمن البلاد. كما تؤكد وزارة الدفاع الوطنية على أن مشاركة الجيش الوطني الشعبي خارج حدود البلاد تقررها إرادة الشعب وفق ما ينص عليه دستور الجمهورية، وإذ ننوه بوعي وإدراك رأي العام الوطني بما يحاك ضد الجزائر من مؤامرات ودسائس أضحت معروفة لدى الجميع، ومراعاة للمصلحة العليا للوطن، فإننا ندعوه إلى مضاعفة الحيطة واليقظة بخصوص المعلومات والأخبار المغلوطة المتداولة التي تسعى يائسة إلى ضرب استقرار البلاد.
بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة نشط اليوم خبراء مختصون واقع التبادلات التجارية مع الاتحاد الأوروبي في ظل اتفاقية الشراكة التي تجمع الجزائر بالاتحاد، حيث عرضوا في يوم دراسي مدى تطبيق الاتفاقيات التي دخلت الخدمة منذ 2005 على اعتبار الجزائر قطب توازن بالمنطقة. ومن أهم المحاور كيفية رفع التبادلات التجارية وسط استقرار القوانين التشريعية التي تسمح بتسهيل التعاملات، مع ضرورة تطوير طبيعة المواد المصدرة ورفع قيمتها من قبل الجزائر، ومحاربة تضخيم الفواتير بالمناطق أو بمناطق التبادل الحر الموجودة حاليا، خاصة المواد الصناعية. وصلت إلى ميناء الجزائر هبة من الجالية الجزائرية في الخارج من خلال جمعية جزائريون متضامنون وجمعية الإسعاف الإسلامي بفرنسا، تمثلت في 5200 حقيبة تجهيزات مساعدة على التنفس لفائدة مرضى كوفيد-19 بمستشفيات الجزائر، وذلك في إطار العمل التضامني لمواجهة جائحة كورونا. أيد اليوم مجلس قضاء الجزائر العاصمة الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتابعين في قضية جي بي فارما والتمويل الخفي للحملة لرئاسيات أفريل 2019 الملغاة، والمتابع فيها الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد الملك سلال والوزير السابق عبد الغني زعلان. يتواصل تسجيل هبوب رياح قوية اليوم في شكل عواصف في بعض الأحيان على عدة ولايات داخلية وساحلية، حيث سيؤدي ذلك إلى انخفاض الرؤية محليا نتيجة حبيبات الرمل والغبار. الولاية المعنية بهذه النشرية ذات مستوى يقظة برتقالي تمتد صلاحيتها إلى غاية الساعة 9 ليلا في كل من بشار وأدرار والنعامة والبيض وسيدي بالعباس ومعسكر والسعيدة والتيارة والأغواط والجلفة والمسيلة وعين الدفلة وتسمسيت والبليدة والبويرة وبرج بوعريريج وتيبازا والجزائر العاصمة وبومرداس وتيزي وزو وبجاية. وستهب هذه الرياح التي يكون اتجاهها جنوبيا إلى جنوب غربي بسرعة 60 إلى 70 كيلومترا في الساعة، مع عواصف قد تصل أو تتجاوز 80 كيلومتر في الساعة في بعض الأحيان. كما تخص هذه الرياح القوية كل من ولايات بسكرة وبتنة وخنشلة وتبسة والوادي، وتمتد صلاحية هذه النشرية بالنسبة لهذه الولايات إلى يوم غد، كما ستبلغ سرعة هذه الرياح التي ستكون جنوبية شرقية 60 إلى 70 كيلومتر في الساعة، مع عواصف قد تصل أو تتجاوز 80 كيلومتر في الساعة في بعض الأحيان. ختام الموجز، في أمان الله.